حرقت القرآن واستفزيت دين يمثل ربع سكان العالم، وحرقت العلم العراقي واستفزيت سكان أعرق حضارة بالكون. صفتي مسلم عراقي لازم أرد عليك، لولا المسلمين كان هسه أنت بدون أنترنت، لأن العالم المسلم الخوارزمي هو أساس الخوارزميات ومؤسس علم الجبر. ولا تقدر تصور، لأن الحسن بن الهيثم هو المخترع، ولا أكو اختراع اسمه طائرة، لأن عباس بن فرناس ألهم البشرية بالطيران. وإذا جنيت لا تقع على مستشفى الأمراض العقلية، لأن أحمد بن طولون أول من أنشأه، ولولا المسلمين كان ما عرفت أشنو جهاز هضمي ولا دورة دموية ولا تخدير ولا كانيولا ولا خيط جراحي ولا تطهير الجروح ولا أمراض معدية ولا زراعة أسنان. وإذا قررت بأحد الأيام تفرج أسنانك فلا تستخدم فرشة أسنان ولا معجون أسنان، لأن اثنين اختراعات إسلامية، وأول من اخترع تجارب طبية تجريبية على الحيوانات هو ابن زهر. يعني يمكن كان هسه يعملون بيك تجارب ببدالهم. أما بالنسبة للعراق وحضارة وادي رافدين، فهي معلم العالم الكتابة والموسيقى والرياضيات والوقت والخرائط والمدن والطابوق والعجلة اللي غيرت كل الحياة. فضل حضارة وادي رافدين والمسلمين على العالم يحتاج إلى أفلام وثائقية حتى أكملهم. وقبل ما أنهي كلامي، اسأل اللي طعوك هذه الحريات بالوقت اللي كان يسبحون بينه مرة واحدة بالسنة، منو علمهم على السبح والنظافة؟ وفي حال قرروا بأحد الأيام أن يسبحون فلا يستخدمون الشامبو، لأن هو أيضا اختراع إسلامي.